كان برحو مواليد 18 شهر 1 1994 من مدينة الدار البيضاء، متزوج. والتعاقد مع الدفاع الحسني الجديد جاء صراحة، كان الإطار الوطني سيباد دوزاكي كان من الموسم الماضي مني كنت مع الكوكب مراكشي، هو في اتصال مع الفريق ديال الكوكب مراكشي، وأخيرا تم الاتفاق ما بين الفريقين وتم جيت الدفاع الحسني الجديد. هي الأجواء أجواء بروفيسيونال ما بين لي جوار، حيت كل لاعب حاسب المسؤولية ديالو وباغي يعطي البليس للفرقة، والحمد لله انسجمت مع الفريق اللعابة ديال الفريق الدفاع الحسني الجديد ويكون الخير إن شاء الله. يا المعسكر اللي كان في تركيا داز بأجواء رائعة وداز باحترافية، كان واحد انسجام كبير ما بين الطاقم التقني والستاف واللعابة، ولعبنا مع فرق كبار كيلعبوا في بروميير سيري ديال تركيا والدوزيام سيري، لقينا الريتم طالع شوية، تأقلمنا مع الأجواء ولقينا واحد المحك اللي كنا حنايا قادين مسؤولية، وبينا بأننا راه فريق كبير وإن شاء الله راه واجدين إن شاء الله، وغادي نقولوا الكلمة ديالنا إن شاء الله هاد العام في بطولة وطنية، وحنا رافعين واحد التحدي هاد العام، وإن شاء الله راه البطولة الوطنية ديال الدفاع الحسني الجديد إن شاء الله. وسفيان بن راحو ما جاي للدفاع الحسني الجديد إلا ورافع واحد التحدي وباغي يعطي له بليس الفرقة، ماشي غير جاي باغي يريح ولا لا، جاي إلا هو باغي يرفع من النيفو ديالو، حيت الفريق الحسني الجديد فريق كبير وعنده جمهور كبير وفريق اللي كيلعب على الألقاب، وإن شاء الله من القدام إن شاء الله سفيان بن راحو يقول الكلمة ديالو إن شاء الله في بطولة وطنية. والحلم ديالي اللي مسطر انا مع الدفاع الحسني الجديد هو ان شاء الله نفوزوا بألقاب هذه السنة، ولما لا ان شاء الله العام الجاي نكونوا في عصبة الأبطال ونكونوا من ان شاء الله من الفرق الكبار اللي في البطولة الوطنية ان شاء الله. نعم كنت كنتوقع بانني راه غنلعب شي نهار في الدفاع الحسني الجديد، لانني من شحال هذه وانا كنحب هذا الفريق، وجاوني عروض صراحه جاوني عروض من الفرق الوطنيه، ولكن انا اختاريت الدفاع الحسني الجديد لانه فريق ان شاء الله اللي غيلعب على الالقاب. بالنسبه لسفيان ورحو منذ الالتحاق ديالو بمعسكر اللي كنا في تركيا صراحه كل بسرعه انسجم مع مجموعه حارس اللي خلوق وكيجتهد في التدريب، كنتمنى له مسيره موفقه ان شاء الله. بالنسبه لسفيان بن رحو فهو واحد الانسان خلوق ودغيا انسجم مع المجموعه، كنتمنى له مسيره موفقه ان شاء الله من كل قلبي، وكيجتهد في التدريب بشكل جيد، ونتمنى له مسيره موفقه جميع اللاعبين ان شاء الله. سيباد دوزاكي كما كيعرف الجميع اطار وطني كبير، اللي كنعتبرو انايا كقدوه ديالي وكاحسن مدرب في المغرب صراحه، انه عنده تاريخ زوين مع كلاعب وكمدرب، ونتمنى نكونوا حنا جميعا حسن الظن ديالو وما نخيبوش ان شاء الله. كنشكر الاطار الوطني سيباد دوزاكي، وكنشكر الوسطاف، وكنشكر المكتب المسير ديال الدفاع الحسني الجديدي اللي وضعوا فيا الثقه ديالهم كوني جيت لهنايا، وشكر خاص للجمهور الدفاع الحسني الجديدي لانه جمهور كبير ومن بين الجماهير الكبيره في البطوله الوطنيه، وان شاء الله نتمنى نكون عن حسن الظن ديال الفرقه وديال الجمهور. What are you doing?